السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، وعيد سعيد ان شاء الله عليكم، عيد فطر مبارك على جميع العراقيين. احنا متواصلين وياكم لليوم الثاني على التوالي، نقول كل عام وانت بخير. وانت بخير، صحة وسلامة ان شاء الله، الحمد لله. شلون السوق؟ والله طبيعي يعني، الاسعار زينة يعني، ماكو غلاء. الطبيعي لا بس الطبيعي ايه. الطبيعي انه ايام عادية. اي يعني انت مثلا سؤالك، انت تقول لي شلون السوق يعني؟ يعني مو موسم؟ هو طبعا موسم غير فترة عيد. اي ايه فهم يعني، مو اكو تغيير مثلا بالاسعار يعني، غلى لو فتشي لا زين. انا من قلت لك طبيعي يعني، الطبيعي انه ماكو غلاء. ماكو غلاء. لا زين. والمبيعات الناس بدت؟ طبعا المبيعات اكو اقبال على الايام الراحت. اكو اقبال على المبيعات طبعا. اه. اي. ممتاز. زين سولف لي بالبيت، ايش سويتوا هسه انتم اليوم؟ سوينا كليتة. طبعا كليتة. هي هاي طقوس مال عيد. طقوس مال عيد. اي لازم واحد يسوي كليتة يتحضر للعيد. بعد طقوس العيد شنو؟ موجود بطقوس العيد؟ يعني تحضيرات هوايه، شايف الحجيه تروح تتسوق وتحضر، خاف راح يجي خطار وما شنو، اي من هالامور هاي. زين بعد ارد ارجعك لطفولتك شويه. رجع قبل تشوبي. انا طفولتي تعبانه. ضيم كان عربي كان مقاتل، شو في طفولتك تعبانه؟ تعبانه مره انا هواي ضيم. يعني ما لعبت بتشوبي؟ ما رحت دراجات بايسكلات؟ رحنا، احنا كنا على طريق المدائن قاعدين. فكانت هسه العالم اكو اتجاه على كردستان، كان ماكو كردستان بذاك الوقت بزمن صدام، احنا جيل الطيبين ثمانينات. جيل الطيبين بعد. فكانت بالمدائن كل عيد نوروز او الاعياد يعني الباقيه تصير منطقه اللي يم طاق كسرى او بانوراما يسمونها يعني، اذا سامع بيها هناك تصير لعبات مال تشوبي. لعبات مال تشوبي هذول يعني مو يعني شلون تقول فتشي متفق عليه له، هاي هو تجي فرقه مال تشوبي واللواعيب اللي هم ماهرين يعني بلعبه التشوبي يجون هناك، فصير شلون الاستعراضات لعبه التشوبي. احنا ندرب هناك رقصه التشوبي؟ لا ما يصير تقول رقصه، ما يصير تقول رقصه. هاي شوف باوع، هي بالسبحه. بالسبحه باوع، العرب كلهم متفقين انه ما يصير واحد يقول رقصه، ما تسمى رقصه، تسمى لعب. لعب تشوبي. اي يعني لواعيب تشوبي ما يقولون رواقيص تشوبي، عيب تقول رواقيص. المعروف بالدارج رواقيص. هسه انا واضح قصدك. ايه؟ بس المعروف عندنا بالدارج لا، انه لا ما معروف بالدارج. فهمنا يا بالله. هاي كانت يعني من اصول اللي يعني اللي ما نقول من اصول العرب. نعم. بس من اصول انه العشائر العراقيه الدائره عندنا الفلكلور مالتنا لعبه تشوبي. من ضمن لعبات تشوبي اذا شايف اكو لعبه يسمونها الساس، اللي هاي يتبارزون بيها. شلون المصريين من يتبارزون بال اي يعني رقص. اي جايك بالسبحه؟ لا مو بالسبحه. آه. لا لا إيه اكو عوشيه ويعني فد عصا او سيف ودرع، هذا هيك مثل الدرع يعني اللي زنبليت، ويتبارزون هيك. اي فيسمونها لعبه التشوبي، ما تسمى رقص. ما تس اي هلا باللي يلعب تشوبي. No. مو رقصة التشوبي. No. ايه. ليش ما قالوا هلا باللي يرقص تشوبي؟ انه بس هاي قبل بطفولتك لعبتها؟ انا مو قوي بها، احنا كنا نتفرجها. كنا نتفرج كنا لا لا نلعب نلعب نرقص انا وياك او نلعب. سميتها نرقص. احنا شوف هي المتداول عليها هسه، احنا نوبات يقولون رقصة تشوبي، بس هي هسه من تروح تحاكيها للناس اللي يعني يلعبونها، من تقول له ترقص تشوبي ما يقبل، يقول لك انا ما ارقص تشوبي، ما تسمى رقص، لعبة تشوبي. ليش ما قالوا هلا باللي يرقص، هلا باللي يلعب؟ هلا باللعب. بس ايه. نرقص تشوبي هسه غلط. هذا من ارق تشوبي. الله يسلمك. الله يا رب الله يحفظك فدوى لعمرك. شو نحب نقود العراقيين؟ والله ان شاء الله بداتي لا تقول الامن والامان، ان شاء الله خلنا شوي نبدلها. نبدل. يعني عبرنا نبدلها يعني، هو الامن والامان ان شاء الله استقر. ان شاء الله استقر. استقر نريد يعني شلون نقول الالفه بين اي صله الرحم، لان هسه احنا هالفتره ماكو صله. اي أيوة. والله قام يا اللي يصير مالات زايدات ينسى ربعه واهله. حتى هاي العادات بدت تقيل، صينيه كليجه وديله راحت عمي بالعيد. جيرانك السابع جار يفطر خير مال الفرح، كان يفطر عيد فرح. اسمك بالخير. اللاند جروزات والتهوات غيرت النفسيات. قبل هم كان البعير جكسارة جكسارة واللاند جروز وتبريد، يشوف العالم بعين الصغيره ما اعرف يعني. بعد والله اعطيك هاي تيناي رحم الله والديك. انت من اللي لعب تشوبي؟ نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم
من شارع فلسطين، ومثل ما شفتوا يعني احنا اللي نعرفه او المتداول عليه بالدارج انه هي رقصه التشوب، ولكن بالاخير طلعت انه هي لعبه التشوب، وفعلا هي هلا بيلعب تشوبي. احنا المفروض شويه نفرزن، لكن هذا سوء فهم طبيعي جدا انه عاداتنا وتقاليدنا في بعض المحافظات او بعض العشائر الاصيله. متواصلين وياكم، خليكم معنا. عام وانت بخير. وانت بألف خير. صحة وسلامة ان شاء الله. علينا وعليك. شلون وضعك؟ الحمد لله. اي اي شوي اي احكي اي سبع سبع. اي وش عندي؟ عضلاتك اريدك شوي والله تو شجاع. شجاع علينا هنا. شلون العيد؟ شلون العيد؟ يعني زين. زين انطيت عيدية خليت عيدية؟ اعطيني عيدية. اي اعطيني؟ اعطيك عيدية بس انت بالعادة تعطي عيدية لو تاخذ عيدية. ما اعطاني عيدية، ما اريد واحد يعطيني عيدية. اهلك ابوك امك. ما اعطى عمي شنو شك. زين الزغار والدخول طبعا العراقيين والله العظيم بيهم فد سالفه عجيبه غريبه انه من يوصل مرحله ما يطعي دي. يا اخي ليش ما يطعي دي؟ غير مستمتع ب 3 ملايين انت شلون ما يطعي؟ لا اعلمك 3 ملايين ابيع 3 ملايين شكو تاجر باي. انت يوميتك ايش قد؟ يوميتك ايش قد؟ انا حاليا بالمئة ألف وما يطي يعني ايش مثلا ايش وقت تطون عيدية اذا 100,000 وما تطي عيدية ايش قد لازم يصير بجيبك؟ مليون مليار ها مليار مليار لا ان شاء الله مليار مليار وقت هنا اذا وصلناكم مشاهدي الكرام خليكم هنا. سلام وانت بخير. وانت بألف خير. صحة وسلامة الله يحفظك الله للجميع ان شاء الله تحقيق الامانة. الله والديك اللهم ربي يوفق كل مؤمن ومؤمنة بهذا الشهر يا رب، ويفتح عليهم ويفتح عليهم يا رب الرزق والعافية والتحقيق الأماني بحق محمد وآل محمد إن شاء الله. أريد أسألك بما أنه قديم تبغى شغله ومتجول، هذا الموسم هاي الحركة يعني الحركة اختلفت عن باقي المواسم؟ إي طبعا اختلفت يعني أقوى؟ طبعا لأن هي هاي أخير أيام العيد العالم هي هاي هنا يمكن 15 يوم ظل العالم تشتري ملابس. العيد فعلا 15 يعني يوم يعني ورا ما بعد العيد تشتري يعني ورا 15 يوم برمضان العالم تبدي تسوق ملابس كذا يعني هذا المتعارف عليه يعني عندنا. زين سويتوا كليجة؟ والله سوينا هالكليجة التمر ذو أمي السمسم والتمر نعم خير نعم. زين أنا رجعك لطفولتك بسؤال، شنو تلعب قبل بتشوف بالعيد؟ والله يعني رجعتني ايام قبل كان الايام قبل بعد كافي بروح للمستقبل خلينا نرجع شويه يعني كانت ايام حلوه صحيح يعني تلعب والله كنا نلعب يعني اشكال نلعب يعني. نلعب اسمه صقله نلعب توكي نروح نلعب هاي مو توكي مال البنات اي والله العظيم نلعب هاي السوالف يعني اي مو كان احنا من يطلنا يعني نروح نصعد مراجع خلص نسوي ونرجع نلعب نخطط بالقاع حوره نلعب هاي الايام القديمه نسميها اكو ناس نسميها حجه نعم صحيح نعم 70 70 100 واحد صحيح زين هل مشتاق واحد يعطيك عيديه؟ والله هاي بعد اتصلت انا اعطيكم عيديه قادمه لا احنا قصد يعني الاطفال اي طبعا نعطي الاطفال يعني الطفل لازم يعني هذا يوم عيد يعني لازم طبعا تفرحه 2000 ثلاث عيدية بحياتك ايش قد اخذت؟ والله اكثر عيدية يعني هسه قبل ساعة واحد يعني انا كل ما اجي كل ما اجي غير الالف ما يعطي فالمهم هسه جيت يمه سبحان الله شال لي 10 والثاني فانا طلعت برا المعلى عينت علي يعني هذا شنو؟ ما ادري يعني عجيب غلطان؟ ما ادري غلطان من وما رجعت قلت لا لا ما قلت له بس قلت لك لا ترجع اتمنى لك رحم الله والديك اقول لهم يا ربي بحق محمد وال محمد يكون الوضع يصير زين وامن وان شاء الله بحق محمد وال محمد نطلب من محمد وال محمد ان يوفق الشعب العراقي كله ان شاء الله اي والله الله يحفظك اي والله لان هذا الشعب مظلوم يعني انظلمنا كلش انظلمنا مو يعني هسه انا اقول لك عندي شهداء اثنين وكل شيء ماكو يعني ما حصل شيء من هاي الحق رجعت مليت مليت كل شيء ماكو وناشدت وسويت وكل شيء ماكو وهاي شغلتي يوم معاملتك روجتها انت لو اصلا والله اصلا مروجها وصلت للقاضي والقاضي ها باكر عقبه باكر عقبه يومك يم القاضي؟ ابد ولا هاي صار سنتين يم القاضي اي انا محكوم والدي محكوم سياسي زين تمام
بس وضح لي الحاله. مبدئيا على عاتق راح اخذ هذا الموضوع وراح اوصله للناس اللي موجودين. فهمني بحالتك، عندك 2 شهداء. عندي اخوي شهيد زين، راتب ماله اعتقد نص الراتب ياخذونه. وهذا استلم؟ اي استلم كي بس نص الـ نص الـ الـ يعني الراتب قاعد يعطونه له. زين. شهداء اللي جاي يستلمون كامل. زين. وهو لا يستلم نص، ليش ما اعرف؟ مخاف زوجته وياه؟ لا زوجته يعني هو 21 يوم وياه توفى، 21 يوم. اي مو تاخذ يعني بالعقد موجود. هي هم توفت الله يرحمها. الله يرحمها. اي. والحاله الثانيه شهيد. والدي سجين سياسي. زين. همسة روجنا له معاملة وكذا، وهاي الجماعة تشتلمه وهو ذيك معاملته نايمة شارع فلسطين. جاي تراجع؟ قاعد راجع. ما صار شقد؟ هاي صار يمكن 8 سنوات. صار 8 سنوات راجع؟ اي 8 سنوات. ولحد الان ما مستلم مستحقات؟ كش ولا مستلم. بس اعطيني اسم والدك هسه بالجو. عبد الحسين بارع الوان. زين. عبد الحسين بارع الوان. ومعاملتك وين واقفة بيا دارة بالتحديد؟ تقريبا يمكن مش مال شارع فلسطين. مو يمكن، انطيني الاكيد. اي ما اعرف انا ما اسمه، ماني انا يعني شوية بالذاكرة اي ما اذكر. فنايمة هي مؤسسة السجناء السياسيين يعني بشارع فلسطين اعتقد. احنا بالتالي بدورنا ايضا نوصل صوت الاخ باعتبار انه معاملته صار اكثر من 8 سنوات. مو والله 8 سنوات لمعاملة تخص والده سجين سياسي، ولغايه الان يعني ما مستلم اي شيء من حقوقه واصلا ما منتهي المعامله. فبالتالي نتمنى انه الرساله تكون بنظر الاعتبار او ياخذوها بنظره جديه للناس الموجودين والناس القائمين. متواصلين وياكم. تعبنا كلش، تعبنا خليك يعني تعبنا كلش، ما لنا طاقه بعد. ما ترتاح كلش. ممنون حاج. متواصلين وياكم مشاهدي الكرام، خليكم. ايش ضايج؟ يا ما ضايج والله. ضايج؟ لا مبين من وجهك. لا اشتغل ديفر تعبان شوي. اي والله. وبالعيد شلون؟ اول خلينا نقول كل عام وانت بخير. رحم الله والديك ويا ان شاء الله. من الدليفر تصير مسؤول دليفرين ان شاء الله. الشعب العراقي هم بخير كلها. رحم الله والديك. شلون شغلكم؟ والله زين الحمد لله بخير. انا دائما اعول على مساله تخصكم انتم اصحاب الدليفري انه السرعه هلا هلا شويه. ايش نسوي؟ عسر احنا. وسلامتك اهم من لا مو لازم الطلب يجون للمصدر الطلب سريع. بس سلامتك اهم من الطلب يعني اذا صار حادث الله يقولها ممكن حتى الطلب تاخر علي نص ساعه. صحيح. مو؟ اي صحيح. اجواء العيد شلون؟ اشتريت ملابس الاطفال؟ اي اشتريت الحمد لله. الحمد لله واشكر. حلو. اي الحمد لله. انت اشتريت لو ما اشتريت؟ لا بعد. انت بعد كبرت؟ اي مو مال العيد. خليت للجهال. لا بس العيد مال الكبير والصغير. اي الحمد لله واشكر. سويتوا لك ليجل ولا؟ ها؟ لك ليجل سويتوه؟ اي سويناه الحمد لله واشكر. مؤتمر لو مسلسل؟ مؤتمر. ليش مؤتمر؟ ليش مؤتمر؟ ليش مو مسلسل؟ مسلسل؟ هم من مسمسم مو وياها. ام سمسم؟ اي. اتمنى لك التوفيق. رحم الله والديك. ان شاء الله يا رب ينعاد عليك بالخير والبركه. رحم الله والديك. ممنون حبيبي بالتوفيق. هذا الحلو منين؟ شلونك؟ الله كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. لا انت ما تسمع هسه، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير حبيبي. كل عام وانت بخير، الله يخليك. على الله. شو اخبارك؟ الحمد لله. شلون العيد؟ والله العيد حلو. العيد حلو؟ اي. كبرت انت على العيد لو بعدين. انا هسه ركض ورا هذا. هو عادي. شريت له ملابس له. اي والله هسه جبت له طيته 300,000. قلت له ما تخلي شيء بنفسك ما تاخذ. كل عام وانت بخير. رحم الله والديك. بس اقول ليش ما اشتريت له ملابس؟ لا جاي اشتري له هسه. والله. زين شنو تلعب بالعيد؟ ها؟ ها عجيب. شنو تلعب بالعيد؟ شو العب؟ كل شيء ما العب. انت صغير؟ ها براجيح. العراقيين يتامى ايش بيهم؟ ولا واحد يلعب. ليش؟ ما لعب انا جبت قبل قبل انت صغير. ما العب. ما تلعب طوبه؟ ما تلعب طوبه؟ اي العب طوبه بس طوبه. لا طوبه انا كنت لاعب طوبه. بالعيد تلعب طوبه؟ اي. لا كذبت. تجيب ام صدشه مو تلعب. انا اخاف من المراجع، اخاف اوقع. عندك فوبيا؟ اي. زين مسدسات ام صدشه. هذا حلو. اي ام الصجم كنا نلعب وقتنا، ماكو بوقتنا ام الصجم، هسه ذول تجي. هذا ابو المي. احنا قبل هاي الطقطاق ام تشيل الكد. ابو المي. اي ابو المي. ابو اي. هلا رجعك بعد. دعاب ولعبت؟ اي دعاب والتصاوير، كل اللي لعبت. ابو علي. انت تنتظر العيد يوم يوم حتى اشتري هذا ابو الشعروره الصول. هذا صول ابو الشعروره. اي. ابو
والمصرع. كان عندي هسه يقولون شذاب، كان عندي جريكان ابو الخمس لترات، كنت لاعب. اي صح. اي الدعابة. جيت شلون عنده؟ هواي. مخلص فلوس اهل على الدعابة. بس انت تخلص فلوسك على لا على الجهاله والدعابه. اي والله يلا حاس يريد يحكي يريد. تعال شو اسمك؟ عبوسي. عبوسي جاي تلعب؟ ما العب. ما تعبوب جعبوسي. أيه يلا اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. هم مشاركه الكرام توصلنا لكم، خليكم معنا. عبوسي تعمل انت بخير؟ وانت بخير. انت بعد بخير؟ ايه. طوك عيدية ولا؟ ما عندي عيدية. وابوك يقول طيتهم 300,000 وراح اشتري لهم. طلع الحكي، طلع الصدق. ما اشتريت ملابس؟ لا. ليش؟ ها؟ ليش ما اشتريت ملابس؟ ما يقبل هذا عمي. باوع؟ هاي 300,000 كذب طلعت. هسه شوي شوي بين صدق 50,000 مطيهم. شو اشتريت يعني بعدك لحد الان ما مشتري؟ ما مشتري. زين لعبه ما لعبه؟ كل شيء ما اشترى. الله ولا حد لك، هذا ابوك مجرم، ابوك ما لعب بطفولته جاي يرجعها عليك هسه. يا صف اول اول ايه شو تلعب بالبيت؟ بالبيت؟ ايه دعابل؟ ها؟ دعابل؟ لا العب طوبه. تلعب طوبه؟ بعد غير الطوبه ايش تلعب؟ ها؟ بعد غير الطوبه ايش تلعب؟ غير الطوبه ايش تلعب؟ العب ايه بالبايسكل. بايسكل زين الامور طيبه، بس هو ابوه لحد الان ما مشتريهم. شو قبل شويه قاطعهم 300,000 وراح يشتري لهم ملابس، وهذا الحكي طلع كذب مو؟ ايه مو؟ والله انا خو ما احكي من جيب، هذا الحكي كذب لو صدق. والله زيزو كذب هذا الحكي. يلا عيد مبارك ان شاء الله حبيبي. شلونك؟ الحمد لله. شلونك؟ مبارك. الحمد لله. عيدك مبارك. وانت كل عام وانت بخير. وانت بالي بخير ان شاء الله، صحة وسلامة. قد لميت عيدي؟ 15 وجات. تعال سولف ليش قد؟ 15 وجايات اكثر. اكثر واحد انطاك عيديه منو؟ ابوي. شو انطاك؟ 10. والخمسه منين اجتك؟ الخمسه من بيبيتي. والخمسه من بيبيتك بعد عندك خوالك؟ خوالك بعد بيت عمك تروح لهم. يعني توصل 70؟ تقريبا. انت ايش قد ببالك تريد توصلها؟ 75. 75 زين صارت 75، شو تسوي بها؟ اخذها شو اسمه ابي باسكلي منها 75، منها 75 صار 150. 150 ايه. تشتري بايسكل اكبر؟ ايه. زين ليش بايسكل؟ مو يعني تسلا تبي ها ايه. تلعب بالشارع يعني. ايه. زين انت ايش تلعب هسه بالشارع؟ طوب. او بالعيد وين تروح تلعب؟ بالتارتان. تلعب طوب بالعيد؟ بالعيد تلعبون طوبه؟ هذا عراقيين ما شاء الله. وين عمو بابا راح؟ ها؟ نجيب منين نجيب عمو بابا هسه؟ طب العيد المفروض تلعبون تروحون للتشوبي تصعد دراجات زهليقه مرجوحه. ما هاي الايام راحت. لو انت كبير عود تستهزئ بهاي الاشياء. اي كبير انت، كبير على المرجوحه مو؟ اي هاي الايام راحت. ما شاء الله اللي سمعت قلت 30 سنه، هاي الايام راحت؟ اي راحت. مال المرجوحه؟ اي كبرت هسه عليها. طبعا. زين زهليقه؟ زهليقه لا لا درايفر. اي طوبه بلاي ستيشن. اي اي هاي طوبه. طوبه بالبلاي ستيشن مو؟ ايه ايه هن اذني الطرقعه. زين يا فريق تاخذ؟ ها؟ يا فريق تاخذ؟ النصر برونالدو. رونالدو والله وكت النصر يعني النصر على مود رونالدو. رونالدو الحب الابد. رونالدو الحب الابدي؟ ايه. لا الحب مو الابدي، وهالحكي ما يطلع. انا برشلوني. يلا اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. 75 3 4. يا هلا يا هلا يا اهلا وسهلا، عيد مبارك. شلونك حبيبي؟ كل عام وانت بخير. صحه وعافيه، سلامه الاهل، سلامه الشعب العراقي ان شاء الله. اليوم مو هذا العيد، يمكن انت اليوم اعطيتني فد شعور بالامل. هاي الابتسامه بوجهك ما لقيتها قوه ضحك بالناس. الناس ضايجه ليش؟ ضايجه هو يعني هو يظل يحسب الحساب الدنيا ويحسب حساب هو شوف الحياه اللي يعيشها بجديه يتعب. اي لازم تاخذها، لازم تاخذها مرونه شويه. مرونه اي والله وداعت المرونه. اي والله. شلونك؟ شلونك؟ الله الحمد لله والشكر. الله يسلمك. ايش صار لك اليوم؟ والله انا صار لي سنه تقريبا. شاي وقهوه؟ انا لا شوكليتيه ومره. شوكليتيه ومره؟ اي حلو. اي وش قد تمشي باليوم؟ والله امشي تقريبا اذا على العداد مال الجهاز 20,000 25,000 خطوه. يعني كم كيلو؟ يعني تقريبا 10 كيلوات. 10 كيلوات. اي نعم. لذلك رشيق انت. اي لا وينك رشيق؟ وكل هذا الوزن وهاي الحمد لله. خليني اسالك سؤال. اي نعم. قبل كنت تلعب بالعيد؟
بالعيد؟ والله احنا اكثر شيء الدعابل. اي يا الله الدعابل. اي الدعابل مصيادة يعني، مثلا نطلع نصيد ام المصارين ام الجفوف مال الفقره. اي نحكي لك الواقع، ام المصارين مال الزنقيني. اي عافيه. اي يوصي الله يرجع. اي والله اي هسه وين تطورت الامور. اي تطورت. كم قلوب كسرت بالمصياد؟ لا انا كنت اكثر شيء اخذ القبغ مال الجداري سياره واركض بالشارع. سوي روحك سوق. اي سوي روحك سوق. وقول اخي من كبر سقط لو لا؟ لا ما سقط. كل شيء كل شيء ما اعرف اسوق. لحد هسه لازم السياره. لحد الان لازم السياره والحمد لله. بس هو احنا قضينا طفولتنا كلها بالشغل والحمد لله. ان شاء الله تجي كلاس. ان شاء الله رحم الله والديك اجمعين. لا احنا كل من وكفايته والحمد لله والشكر يعني. كلاس يعني مو كلاس. لا والله هي مو فد شيء بس الحمد لله. يعني مدير 95 96. القناعه 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 كنز. والحمد لله والشكر واحد قانع بنفسه. هو النفس مو ماله ترى مو لك ساره ولا لك زيز. انت لحد هسه بالسياره بالقبق. اي والله وين اقول لك يعني الحمد لله. زين ايش لعبت بعد؟ قلت لك الدعاب ولعبنا سيفون طوبه. هاي انا بالمناسبه انا كنت حكم ينطوني 250 دينار يجمعوا لي على 25. اي ينطوني رشوه زين انا ودي احكم. اي احكي لك الواقع. بالاخير من كبرت افترت عليه. افترت عليه بعد لزمون اهل الرشوه. تبي تاخذ مال حرام منهم. اي اي لا الحمد لله والله كنا بدون عقل بدون وعي. لا براءه مو براءة بدون عقل وبدون طفوله. إيه وعايشينها يعني. اي بس مو مثل ما هسه تشوف يعني الطفل هسه مساع طفل احكي وياه اقول له مراجيح قال كبرنا عليه. اي شو وقت لحقت تلعب انت؟ فعلا اي لا كنا قبل يعني فقر. الفقر كل شيء يولد. اي بس الحمد لله والشكر يعني الدنيا تغيرت البشر تغير تمكن. جبت تعب فقر والدنيا تغيرت. ايه؟ هسه ام المصاريف ب 5000. اي زين زين وين كنت؟ زين بالحجه ايش كم باب دفرت؟ انا كنت اي باب ادفر واطب الجيران والله العظيم سبع. اي لا لا يحبوني. لا تدفر تدفر بيبان تكسر قلابات. لا 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 ما عندي اذيه ما عندي اذيه. المصاري ايش تسوي بها الان؟ ها؟ المصاري ايش تسوي؟ نلعب هيك على فطاريتنا يعني نلعب. لا لا نصيد نصيد صيد مغاتل. اي نصيد مو احنا بدياله يعني مو هنايا بالخالص. والله سمعك قول قناص. اي لا انا يسراوي كنت اذا اضرب حصوه والله شاهد علي تقريبا 100 متر افشخه. 100 متر؟ اي شهد الله ان شاء الله كل احلامك تتحقق ان شاء الله اجمعين. حق هذه الايام المباركه يعني عيد ان شاء الله وعيد سعيد. اهم شيء البركه للشعب العراقي والفرحه. اهم شيء الفرحه. والله انا من شفتك فرحت. الله يسلمك. ونصيحه انا يعني لكل من يشوفني ويسمعني اقول له افرح ترى الدنيا خلصانه وهي فناء دار فناء هذا. اي هناك البقاء فوق. اقول انه الحياه هي جاده صعبه. اي ف بعض الاحيان ما تمشي يعني اذا تعيشها بجديه دائما حسابات. لا لازم شويه مرونه تكون. هي لازم حلو ومر حر وبرد ضوء وظلام. اي تغيير لازم تغيير. لعد الله سبحانه وتعالى منوع لك كل شيء بالجو. اي ابسط المثال منوع لك المطر والشمس والهواء. اي الله يعزك الجميع ان شاء الله. شربك قهوه شكليتيه خلي اشربك والله على المباشر خلي اشربك شكليتيه. هاي شلون سويتها؟ هاي اسويها 12 نوع اسويها. شلون 12 نوع؟ اسويها 12 نوع يعني النوعين المبيض نكهه الشوكليت. زين ليش اثنين مبيض؟ مو بيل الوزن يجي كراتين يعني. هذا مالتها الفستق؟ اي لا لا الفستق الحلبي هذا. فستق حلبي؟ اي نعم. محترمه. اي بالعافيه والله. والله محترم. اي بس المفروض ذولي شو تتحكم منهم يجون يشترون من يمن. اي والله لا انا دائما يشربون من عندي ما يعوفون يعني. انا سأنا اروح المشاتل مال المهندسين. اي فاصب لهم يعني معامل جد يفوتون هالقهوه ما يشربون من عندهم يشربون من عندي. اتمنى لك التوفيق. الله يسلمك للجميع ان شاء الله رحم الله والديك. نعم مشاهدي الكرام متواصلين معكم. عاشت ريال مدريد. عاشت ريال حبايب ونسولف بالحب والامل. لا لا هسه خربنا. لا شوف هسه لا 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 انت عزيز علي هذول ملوك اوروبا. انتم ايش عندكم؟ احنا برشلونه. ايش عندكم انتم دوري مال محيبس ما عندكم؟ احنا اللي اسسنا. احنا حكم دوري مال محيبس ما عندهم. احنا اللي اسسنا كره القدم. هاي حكي هذا حكي هذا اسلوب الكره احنا اسسنا. يوهان كرويف ميسي يوهان كرويف جوارديولا. لا لا ترى انتم عندكم
عندكم بس مش منو بيريز وحكام منو شنو بيريز منو منو مايكرو منو احنا مدرسه انتم منو راؤول انتم منو احنا تيكي تاك انتم منو بس قبلي احنا تيكي تاك انتم شو عندكم ها شو عندكم انتم احنا والله عندنا 16 اوروبا ان شاء الله هذا بالطريق عندنا 16 اوروبا احنا مدرسه لا لا هذا هذا 16 هذا محسوب احنا مدرسة. هذا ملكي احنا مدرسه ها احنا مدرسه لا مو مثلنا احنا المدرسه احنا المدرسه وجهات نظر لا 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 احنا المدرسه والله العظيم مالهم هسه مالهم الحكام دول الفريق كنت تحايز له ها شوف شكو مشجع ريال مدريد يدور وين الحكام بيريس هم يطي وانت هم تاخذ ايه هم ماخذ يلا التوفيق نتشرف فيك عيوني نعم مشاهد الكرام متواصلين وياكم خليكم وياكم الله كل عام وانت بخير انت بخير وين رجعتني هاي ام الغاز ام الغاز حبيبي شلون العيد والله حلو بهله حلو بهله وبطفاله ايوه بطفاله ها ايه. شلون الامور الف يا الف عجب الف شلون الامور كل عام وانت بخير خير هاي لك لو للاطفال راح تشتريها نعم نفاخرك للاطفال هاي كردي هاي ما يخالف تشرف يعني بس هاي من راح تشتريها للاطفال هلا بي نعم تشتريها للاطفال يا اطفال ايه شنو تلعب قبل كنت صغير والله هي بالبعض هذا بالدوام ايش تلعب يا لعبه نعم يا لعبه تلعبها بالعيد لعب ايه لما اي ولادي ولا يا لعبه سلام هلا بي تفضل بخير بخير ايامك سعيده ايامك سعيده كل عام وانت بخير عمو انت بخير عمو شلونك رمضان يرحم الله والديك ان شاء الله بخير الله يخليك شلون الاجواء العيد رمضان شلون خلص هاي والله مثل كل سنه الاجواء الاجواء لا الاجواء مو شنو اللي تغير فيها؟ اللي تغير اولا المطر الجو بارد جو بارد لا الجو حلو 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 جو حلو الله برشلونه الله يخليك واخيرا لقيت لي برشلونه تعال شو اسمك؟ وقف خليني اشد بيدك خفت شدوها لا تضيع سويت لك يجي بعدها طبعا كل سنه تمر سمسم حلقوم مشكل ام الحقوم ومن سمسم يا نوع مفضل عندك والله انا كلهم مفضله ما تحبها لا لي يعني سكر عندي ما اقدر اه تخلص خيار العادات بعدها والتقاليد ما طبعا احنا القدامه القدامه بعدنا على العادات القديمه من القدام من القدامة نعم زين جام تفتر الفرع مصباح العيد والله المنطقة تحولت بيها مو مثل منطقتنا السابقة يعني اكو تواصل اجتماعي يعني العالم شوية تغيرت شوية تغيرت الناس ايه ودين انه حكم العلاقة مو عمرها طويل لا لا بالعكس تجارك يعني حسب الجديد المنطقة اللي قاعدت فيها ايه خاف يعني العلاقة عمرها مو طويل مثل المنطقة لا لا الجوارين الجدد ايه الناس تغيرت بشكل عام ايه العادات قلت لك تغيرت مو مثل قبل يعني حتى السلام يفوت ما يسلم عليك مو حلوة هيك طبعا مو حلوة اي والله مو حلوة تراحموا رب العالمين بالتراحم تراحموا صلة الرحم الجار الصديق الاخ والله رب العالمين المص بسابع جار بيها ايجابيات هواية عمو يعني انت تتواصل ويا جارك ابنك وابن ابنك يكونون علاقه وصداقه ما تصير حتى مشاكل ما تصير بالبلد يعني هسه انت ابنك اذا صادق ابني وذاك صادق ابن الثاني كم تعرفون كلهم ما حد يعرف الاخ بالشر فما تصير اي مشكله انا اتذكر قبل يعني حتى ذيك الفتره نهايه التسعينات انه الجيران اتذكر يفتحون الباب يشوفون وقت الساعه بيش ويطلعون ليش قبل الجورة كانت؟ وين كان كل نقعد بالبيوت ساعة ساعتين ثلاثة نستمر يعني قعدات خاصة برمضان نبقى سهرانين للسحور مرات العالم تسحر وتروح هسه ماكو يعني هي هسه مو فرق منطقة عن منطقة بس قليلة بس يعني بشكل عام قليلة هاي العادات يعني جاي نشوفها هي سببها عمو الركض ورا الدنيا العالم عايفة نقول مالات الله ورايحين ورا مالات الدنيا يركض وراء يريد بيت يريد سيارة لا مثل ما أقول لك وهذا الانترنت هم سبب إنه مشاكل هواي يعني قاعد بالبيت ولازم الموبايل ويتواصل ما معناه إنه بالأيام يعني بالسنوات الجاية هم نفس الوضع راح يبقى هيك يعني أنت بالتالي ما راح تقدر تعلم ابنك على عادات ما شايفه هو هسه لازم شو تسوي تجيب ابنك وتقعده 24 ساعة يمك تعلمه عاداتنا وتقاليدنا ودين الإسلام شلون ماشي عليه يلا السيطرة عليه ولا لا تعوفه دقائق أو لحظات يلزم الموبايل هي المشكلة الأم
ملتاية قطيع بالبيت وشغل وعمل. الطفل شلون تلاهي تطي الموبايل قتلها أبي ومشكلة طمع كبر النوم. إن شاء الله تنحل إن شاء الله. شوفك بالعيد الجاي. الله كرم إذا الله مطينا الصحة والعافية. إن شاء الله طولت العمر يا قناته. أحلى الأيام. شكرا لأيام. جدا عمو. نعم مشاهد الكلام بالتالي وهذا الموضوع مهم جدا إنه موضوع العادات والتقاليد. الله يبارك عمو محروس خصوصا إنه بأيام رمضان أيام العيد. سابقا كانت إنه الناس كبير الفرع اللي موجودين بي يقعد من الصبح وش كم خير من الفرع الموجودين يعايدون الفرع بشكل عام ويقعدون وياهم كليجة وشاي وهاي الأشياء. فبالتالي إحنا اليوم يوم عن يوم جاي نفقد هاي العادات وللأسف يعني حرامات من هاي العادات نقدر نقول عليها عادات تخبل يعني صلة الرحم اللي موجودة يعني هسه موجودة مو موجودة بس بشكل قليل جدا بس يعني بالمستقبل السنوات الجاية ممكن تنحذف هذه العادات والتقاليد لأن يعني باعتبار أنهم اليوم الكبار ما جاي يسووها فالصغار منين راح يتعلمون. متواصلين معكم خليكم معنا. كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخير صحة وسلامة. والله وديك تعال شبيك بس تعال شبيك ضايق ما ضايق عيد وعيد الله ايه. والعالم وموسم وش بيك؟ لا والله ما ضايق والله ما ما ماخذ عيديه؟ لا ان شاء الله طواي؟ لا لا ضايقيك؟ لا يا ابني شو مسوي لك؟ سوق تعبان ليش ضايق يا صاحبي؟ سوق تعبان؟ اي ها السوق اي والله حركه وسوق تعبان بس هوسه ايش قاعد تريد؟ انت مليار؟ بس هوسه مليار تريد؟ بس هوسه والله والله العظيم يعني ولا واحد؟ اي مخافه غرامك ما لها علاقه بالعيد لا يا ابني والله غراضنا حلوه ملابس ملابس وهاي شغلات منزليه لا والله كلها كان ب 15 وب 20 سوينا 2 و 5 سويت اخذ زين هذا اسالك سؤال جواب شنو تلعب طفولتك بالعيد والله ما اتذكر تعال بس لا شد بعدين لا يا ابي والله شنو تلعب بالعيد ما اتذكر واحد ما يذكر كان يلعب بالعيد هو كنا نلعب مراجع هو السؤال مراجع اي هو الكبر لا مرتو زين زين قام لعبت؟ اي لعبت وين كنت تروح في امك؟ ها؟ هو يمنا يعني منطقة عم رحت للزوراء ما دي تلعب قبل رايح رايح والله اكثر عيدية ايش قد جمعت؟ يعني 20,000 25,000 والله اقوى شيء؟ اي اقوى شيء هاي مال ياسن صار يا هواي قديمة اي هسه انت بقيت تطع عيدية اي بقيت ايش قد تنطى هسه؟ يعني اطع هسه اعطيت خمسة تطلع؟ اه والله كل انطى خمسة عيدية ايه بين ايده مو اله فلت فلت ايه ها؟ تعال هنا بس تعال ايش هذا؟ الكليجة سويته له بعد؟ لا والله اليوم وديناه والله ايه زين متمر لو مسمسم؟ متمر ومحلقوم وكل شيء والله اذا جيت باكر ايه ما جبت كليجة للوليد بس خابروني بس خابروني بس خابروني انا جعلتك تعال انت تعال كل كليجه هنا موجوده لا تعال ابو العزيمه فاهم مو صدق تعال انت هم ما واحد من ورا خشمه الزواج جديد انت مبين ضايج من ورا الزواج كون تشوفك المره الله يلا شكرا جزيلا وين الله وتشوف زوجته يعني هذا اللقاء نتمنى انه يكون زوجته قاعده وتشوف الشاشه وتشوف رده فعله والله العظيم الا تسوي كليجه مؤتمر نعم شاري كلام متواصلين معكم خليكم كل عام وانت بخير ايام سيدي كل عام وانت بخير صحه وسلامه من العايدين تحقق الامان ان شاء الله بس على كيفك صليت نصلي واحده واحده صلي صلي اي صحيح الله يخلق من الشبه ايش قد 49 49 9 منين جبتهم؟ زيادة ويقولون زيادة كالنقصان شلون العيد؟ الحمد لله والله تمام نعمة الحمد لله والله نعمة نعمة الحمد لله زينة أحسن من قبل أحسن من قبل؟ يا الله وأخيرا لقيت الواحد متفائل أحسن من قبل شلون أحسن؟ والله أحسن من قبل من ناحية الأمان والاستقرار شوية أهون من قبل أروح لك فدوة طيني بوسة فدوة لقلبك حبيبي إي والله زين يعني دائما أقول والله دائما جاي أحكيها أنه أقول أنه هاي الامنيه خل نتجاوزها الامن والامان طبعًا. بلدنا طبعا هو احسن تكبر طموحاتنا خلينا احسن شيء هو السعاده العراقيه صحيح كل يستقر ان صحيح. شاء الله ما متزوج يتزوج ما متزوج يتزوج طبعا لا ما طبوا لنا المول لين ما متزوج مو ما يطبون لنا المول ليش المول العوائل
وين نروح؟ مال المفتاح انا ما ادري الشارع. زين اعطيك المفتاح؟ مال شنو؟ مال المور شلون؟ خلنا نعطيك الحلقه. وش الفايده؟ متزوج؟ وين غير الكل جاي بعايد تتزوج؟ هاي لازم يقول لهم شاطر. تعال هذا الحكي اذا تبقى وياه بعد ما تتزوج. انا؟ لا انا ما اتزوج راح ابقى وياه شيء اكيد. هو علي. ابقى وياه. ويا ابو زيد. منقار علي انت. شو ما طبوه؟ والله بس انقض احسن لي. والله لازم اسالك مظاهره. اي لازم نظاهره احنا المتزوجين ما يدخلون المو. هو ليش المتزوج مرات سمعته مو حلو الصير؟ ماشي السالفه علي والله ما ادري. الخاله بلاش. ما يخلوك. اي ما يخلوك. ليش مثلا؟ ما اعرف. واد غير كون اسره كون عائله كمل نصف دينه. ليش مثلا؟ انا اقول لك اذا كان التعامل ليش؟ اللي يكمل نص دينه لازم يتزوج بعد واحده ثانيه ويكمل. ايش يسوي؟ تحوم على تحوم على الثانيه. على الثانيه. انت الاولى وتريد تطلق. اقول خبر اقول على الهواء. زين شنو تلعبون قبل بالعيد؟ والله شوف احنا قبل يعني من شباب انا مولد 91. زين يعني اللعبات اللي لعبتها انت انا لعبتها. إيش اكيد شيء اكيد والله. ايش تتذكر من العيد من الالعاب؟ يعني كان الديلاب الارض كان اكثر شيء الفراره اي المراجيح المنخل زوره ما زوره ما كنا نروح لان ذاك الوقت كنا احنا مو كلش كبار يعني اذا تحكي على قبل يعني بالنسبه لي قوتنا للتشوب كل قوتنا للتشوب على قولتك يا اما نجر تكرم ايش اسمه وين طارد عليه وغيره والعربين وغيره ما شابه الدنيا كوسه قبل يا عيد يا ابو نمنمه كنا وياك نسينا وكانت السينما هاي بس هي وبس السينما ما داغني سينما لا ما غير هم باب الشرجي باب الشرجي وين هسه لا بس ما شفنا سينما لا وين احنا بس نقول لا ما يتذكر لا انا ما يدري 2003 جيلك يا هوسه طلعت بجيلك انا ها طلعت مال ابو سعيد شلون هاي مال باكر عيد ونعيد نحضر البيت نعرق ابو سعيد هاي هاي ملعقين يوم ولد بجينا هاي ها؟ اتذكرها انا بجينا هاي لا وين يا جي؟ لا لا ورا فوق ال 2000 والله طلعت طلعت فوق ال 2000 ورا سني تو هو بالعيد بالعيد غير بالعيد بالعيد ايه؟ بول يوم العيد بول يوم العيد قبل اسبوع مو تذكر مقبوصين راح يجي بالمدرسه خلي الملابس مالتنا يم راسنا المدرسه وباكر عيد جو تو من كنت صغير ودخل الملابس يم راسنا حتى اليوم يصير طويل علينا عرفت انه قديم قديم لما كان يخلي ملابس يم راسنا اقول لك قديم لا لا هم ماجر بلي كنا نأجر حتى القرص القرص مال هاي المعاناة نأجر أقراص مال العقربة وبناطيرنا بالأعياد أم العقربة وغيره هو والحصيرة وكذا هذا كله موديلات كانت عندنا والبنطلون القميص هذا بالقلاص نروح نأجر البرتقالة نأجر مرة مرات هم نسينا القرص بالسيد وغيرها ماش به وطفت الكهرباء بعد منين الشغلة ويجي الحج بالضيم يعني قبل العيد يختلف قبل يختلف طبعا هو إذا شنو مشروعك شو راح تسوي؟ بالعيد مشروع يعني قاعد و... انطيت عيدية لو لا عيدية طبعا من انطيت الطيب يا يلا اتمنى لكم التوفيق اشكرك حبيبي جزيلا حبايب مشاهدي الكرام بالختام نقول كل عام وجميع العراقيين ان شاء الله بألف خير ويا رب تحقيق الاماني والامنيات وان شاء الله انه بالعيد المقبل ما نشوف واحد ما متحقق امنيته خصوصا اللي يحلمون بوطن اللي يحلمون بتعيين ان شاء الله يا ربي الكل يتعين والمام يتزوج هم يتزوج ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل الى اللقاء